اليوم الثلاثاء 28 أغسطس من نيويورك تريدينج سنترال، أنا لويا لاكوا. الأسهم الأمريكية متقلبة قبيل افتتاحية يوم الثلاثاء، حيث يترقب المستثمرون المزيد من الأخبار السياسية. هذا ووافقت الولايات المتحدة والمكسيك على صفقة تجارية جديدة يوم الاثنين، والتي من المتوقع أن تحل محل اتفاقية نافتا، وهو الاتفاق الذي يشمل حاليا كل من البلدين وكندا. هذا وقد أغلق مؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك عند أعلى مستوياته على الإطلاق يوم الاثنين، كما تمكن مؤشر ناسداك من كسر حاجز 8000 للمرة الأولى على الإطلاق. في أسواق العملات، اليورو أمام الدولار مزيد من الارتفاع، يظل الزوج في الاتجاه السعودي مدعوما بالمتوسطات المتحركة المتصاعدة. المراكز الطويلة فوق 1.1655 مع أهداف عند 1.1720 و 1.1740 في الامتداد. أما الجنيه أمام الدولار فالعملتان في ارتداد، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني في انخفاض. البيتكوين أمام الدولار يسود الاتجاه السعودي، طالما أن 6784 هي نقطة الدعم والنقطة المحورية أيضا. أما الذهب مزيد من التقدم، حيث يرتد الذهب فوق التداخل عند 1207 ويبقى مدعوما بالمتوسطات المتحركة المتصاعدة داعيا للمزيد من التقدم. المراكز الطويلة فوق 1207 والأهداف عند 1217 و1221 في الامتداد. أما الفضة فيشهد المزيد من التقدم. Trading Central Web TV، لويا لاكوا.